غدر معالي الداتو سيري محمد نجيب بنتون عبد الرزاق رئيس وزراء مملكة ماليزيا الشقيقة البلاد بعد زيارة رسمية التقى خلالها بحضرة صاحب الجلالة الملك المفدة وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وقد حضر معالي رئيس وزراء ماليزيا الشقيقة خلال الزيارة الاحتفال الذي أقيم بمناسبة الاحتفالات احتفالات المملكة بعيادها الوطنية كما قام بزيارة لمجلس التنمية الاقتصادية وعدد من المواقع البحرينية وكان في وداعه بمطار البحرين الدولي السيد كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات رئيس بعثة الشرف وعدد من المسؤولين